الحاليات أقامه هوبريد ميشن وإنه كوميشن هوبريد يعني من طرف السؤال الأولين نظر السحاب نظر الحركة الصحيحة للجانب الجانب إذا سجلت الحركة بدأنا نوضح الحركة فعلا يعني الحركة بالسيمة دي تنوى الجنب مع أنه مش ينصح جانب مش محطوط جديد مش يطلع لو يطلع في حالات أخرى مرض مثل المطرح ديال الفيشو والفرزان يجي المطار ينجر يشيك العالم المطرحي المنية المقدر السيدي ديال شعب الجوالي وراء المطار يريد الإسلام معه المصطوع عندنا مالكين يبشي يجدفع الشبر بالتحسنة نفس المدرسة المتاجين المتاجين ولكن وكل شيء يخصم باش تحاول تستخدم شي حاجه جديد من هيك يعني انا ولا مش تميز بكلمه من الاولين يعني كل مطلقات المدارس والمجالات البطاقه الكبيره البطاقه العاديه كلها معقوله كده بزاف المدارس وانما كاين المحاضره تيجي من حاله اخرى لذا ما تجيش نقدر نحل الوضعيه والمصلحه دي الوزينه انا اذا لو صحيح راجع في السنه والتنين كله يتراجع على المستوى الابداعي يعني على المستوى الفني على المستوى الابداعي على المستوى الفكري يتفرج ماذا تخرج من عمل المحاضره من البعض مش معنى في جراحه من تقع عليه الانسحاب من انشطار من المعارف كما يعني بالفراق ممكن تستعمل شيء وإنما نطلع مبارك على أساس أنه
واجب الريجن من رجل الريجن وما يتوقف من الشيء يوم يجب حاجة صفحة بش بس المصنح كثيرة في الشقة يجب الموضوع عن مستوى الفتح على مستوى الطريق الدولي يجب في إطار تكوين في إطار مجموعة تكوين مصطمن يعني تكون ضد الشربية ويجب جنب المهمة مش بتبكي ولا زبارة أمن إذا إن نحن نمهمش يجب مشكلة مخاطر وإذا مش تبكي مخاطر لك بلن تبكي مخاطر نقد انطلاقي يجب من حاجة تشي من دفعة تشي من وهي رغم شفت تبكي ما يجب من تبكي منه حيث يجب من خطر أنه مشيك تشيب تتكرر ومكتر مش مشكلة من الشرطة حيث ما هو يجي تقضي الساحة وإذا ماشي أتمجي تعالى يتطلق بسؤول إجراء فكر إجراء سؤول يدقى إجراء سؤول اجتماعية حتى نقضي أنه تبيش العابلة الصحية بتكتير فيه مبنية على 90 مليون وكذا فيها ثم كونفرنس بيئية ولكن ثم المشكلة خصوصا على مستوى ذلك على مستوى الحسيمة قاعة على مستوى كما نسيب الجهة الشرقية والجبار وغيرها داكش حاجة مثلا اللي مظلوم الدكتور اللي في الجيوي يجي طرق أي مصانع مصانع تقديمات يصير بين الميزان في الميزان ولكن بين ذلك في الأسماء تستحق على مستوى المغربي يعني برغم شفاء المشي أغنية تنزمون بروفيسيونيل يعني أنا نزمون احتياجي إذا ربما حاليا نزمون يكبر كل شيء بل أنا قرأت جاري في أوروبا حاليا